تم البدر بدري والايام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. الاغنيه دي اول ما بنسمع شريفه فاضل بتغنيها حس كده انه يعني بنودع رمضان وهنخش على ايام العيد والواحد فراق رمضان بالنسبه له صعب قوي قوي. الاغنيه دي وراها حكايه طويله جدا، ليه غنتها شريفه فاضل ومين اللي كتب كلماتها وليه قررت الاذاعه المصريه تعمل اغنيه تودع فيها شهر رمضان. حدوته احكيها لك من طقطق. بسلام عليكم. الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى كان عنده فكرة انه يعمل اغنية يودع فيها شهر رمضان. الراجل قال لك ما كل الناس بتعمل اغاني تحتفل بقدوم شهر رمضان، تحتفل برمضان، طب ما تيجي احنا نودع رمضان بقى. الفكرة دي عرضها على الإذاعة المصرية ووافقوا جدا وقالوا دي اغنية مناسبة انها تتعرض في العشرة الاواخر من الشهر الفضيل. وبالفعل ودى الكلمات للملحن الكبير عبد العظيم محمد، والراجل تحمس للفكرة ولحنها في يومين اتنين بس. بعد تلحين الاغنية كان السؤال مين اللي هيغني الاغنية دي؟ كل الناس الكبار والمطربين العظماء غنوا اغاني شهر رمضان الكريم. مين الصوت اللي ممكن يعمل أغنية تودع رمضان والناس تحبه وتفضل الأغنية دي عايشة في خيال الناس ووجدانهم طول السنين؟ وكان الاختيار الأمثل للفنانة شريفة فاضل اللي اتفق معها الإعلام الكبير وجدي الحكيم إنها تعمل الأغنية دي. المفاجأة إن شريفة فاضل تحمست جدا جدا لتقديم الأغنية دي وقالت لهم أنا أحسن حاجة أعملها في حياتي إن أنا أغني أغنية ترتبط بشهر رمضان عند المستمع المصري والعربي. وفعلا حفظت الأغنية في 3 أيام ودخلت استوديو 64 في الإذاعة وسجلتها فورا. وبعد انتهاء التسجيل فاجأت الناس بقرار غريب جدا. القرار الغريب ده كان رفضها تقاضي أي أجر عن الأغنية. بالمناسبة تكلفة الأغنية دي كانت 50 جنيه فقط، خد منهم الشاعر 15 والملحن 35، بالمناسبة ده كان أجر كبير جدا وقتها، لكن شريفة فاضل قالت أنا عمري ما هاخد مليم مقابل إن أنا أغني أغنية ليها علاقة بشهر رمضان وتهدى للإذاعة المصرية وتفضل عايشة في وجدان المصريين. الحقيقة إن أغنية تم البدر بدري فضلت علامة فارقة في تاريخ الأغاني الرمضانية، كل ما بنسمعها بنحس إن إحنا بنودع الشهر الكريم، وكل ما بتتذاع على الراديوهات أو محطات التلفزيون بنحس بحالة من الشجن بتخلينا كده مستعدين إن إحنا نفارق الشهر الفضيل ونستعد للعيد الكبير. الحقيقة إن أغنية تم البدر بدري فضلت أيقونة وعلامة فارقة في تاريخ أغاني شهر رمضان. صوت شريفة فاضل لسه محفور في ذكرياتنا وفي وجداننا وفي قلوبنا وهي بتقول والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. أغنية هتفضل خالدة وعايشة في قلوب كل المصريين ويمكن كل المستمعين العرب. وكل سنة وأنتم طيبين. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام.